الشرائع. انا هدي بعد كده تفصيله كل شريحه هتبقى قد ايه، وقبل ما ادي الشرائع هقول لحضرتك الاستهلاك اللي بختاره كذا كان بيدفع تكلفه كذا كيلو وات ساعه في الشهر، كان بيدفع تكلفه مقدارها ايه، التكلفه الجديده اللي عليه قد ايه والزياده اللي قد ايه، هو هيدفع كام والدوله هتدفع كام في هذا الامر. هتلاقي حضرتك انا حبيت بقى بس يعني حبيت اوديك بصفه عامه لكن تعالى نشوف بقى الامر ده فين. هتلاقي الزيادات اقول لحضرتك هنا ايه حسبنا بعد كده هنحط الامور ديت هيبقى عندنا المتحصلات والانفاق، الفرق بينهم هيبقى عندنا تقريبا عايز يصل الى مش 33 يصل الى 16.8 مليار. طب هنجيب العجز ده منين؟ هنغطيه ازاي؟ ده بفرض ان احنا بنحصل كل الفواتير اللي بنصدرها، وده ما بيحصلش. ما بيحصلش ان احنا بنحصل كل الفواتير. وصلنا مع القطاع الخاص والقطاع الاستثماري وكده يمكن وصلنا الى حوالي 95 الى 96% من الفواتير اللي مصدره بتحصلها، لكن في بعض الامور اخرى ما بنقدرش نصل الى هذه النسبه 100% زي ما بقول. لكن اقول حتى اقول بقى حاجه مهمه جدا انه ده يمكن التعاون الجديد، يعني الحكومه بتشتغل مع بعضها تماما، فوزاره الماليه بالتباحث معاهم طلعوا هيدونا هيدوا قطاع الكهرباء مسانده تصل الى حوالي 16.5 مليار جنيه. المسانده ديت مش عاوز اقول لك ده دعم موجود ولا حاجه، وانما داخله في جزء مساهمه في زياده راس مال الشركه القابضه لتدعيم القاعده الراسماليه للشركه. قيام وزاره الماليه بتحمل